هي دي محتاجه بقى نقعد نزيد على بعض. ولولا الاخلاق في الاهلي ما تحققت البطولات. ومعنا على الهاتف واحد من صناع هذه البطولات وصناع فرحه اليوم في كره اليد، الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي. كابتن رؤوف مساء الخير والف مبروك. مساء الخير استاذ ابراهيم، ومبروك لينا كلنا. تحياتي وتحيات المهندس عدلي. الف مبروك يا باشمهندس عدلي ولحضرتك يا استاذ ابراهيم ولكل جماهير النادي الاهلي. انت عارف يا كابتن رؤوف، انت واحد من الناس اللي بفرح لها ليه؟ عشان بتشقى. صحيح. يفضلوا يشيلوا لك السلبيات اهو. فين هالاند بول؟ اهو يا عم بيختم ببطوله وبيبتدي ببطوله، وربنا باذن الله يكمل بطولاتنا. الحمد لله. طبعا في البدايه طبعا ببارك للكابتن محمود الخطيب والمجلس اداره النادي الاهلي بطوله جديده في دولاب النادي الاهلي. بقول الفوز ده يعني عمره ما بيجي من فراغ. الفريق ده احنا بدينا فيه بالظبط مش من السنه دي، من السنه اللي فاتت. يمكن تغيير جلد الفريق بنسبه مثلا 70% او 80% منه، ولا الاعتماد على الشباب. يعني معدل الاعمار بالنسبه لهذا الفريق ما يتعداش 24 سنه او 25 سنه. بقول ليه ابتديت التهنئه لكابتن محمود الخطيب والمجلس اداره النادي الاهلي. بقول تلبيه جميع طلبات الاجهزه الفنيه عموما للالعاب المختلفه، ومن ضمنها فريق كره اليد الفائز ببطوله كاس الكؤوس الافريقيه اليوم. في الحقيقه دي البدايه. وطبعا بخص بالتهنئه للبعثه، افراد البعثه بالكامل، سياده الوزير العمري فاروق رئيس البعثه، والكابتن ياسر رملي رئيس الجهاز، بالاضافه للجهاز الفني والاداري والطبي بقياده المدرب القدير اللي يتحمل الكثير الكابتن طارق محمود. وفي الاخر طبعا الجنود اللاعبين، لاعبي النادي الاهلي اللي باذن الله هيضعوا هذا الكاس في مكانه في دولاب النادي الاهلي، وينفضوا سريعا تراب السفر، ويستعدوا لكاس الكؤوس الافريقيه اللي لن يتبقى عليه غير اسبوع واحد. واحنا كل املنا باذن الله احراز كاس السوبر باذن الله. كابتن رؤوف، يعني تهنئتي ليك مضاعفه. ليه؟ بالذات في كره اليد، لانها الامور في كره اليد لم تكن طبيعيه، ولو كانت طبيعيه لكان الاهلي قد من سنتين عمل فريق فولاذي ذهبي. يعني انا عايش معاك لحظه بلحظه. لعيب بتروح تدفع فلوسه وتتفق على كل حاجه مع ناديه ومع اللاعب ومع كل حاجه، وفي اللحظات الاخيره بتاثير الاتحاد يتحول مساره ليصبح في مكان اخر، ويتكرر الامر بعد كده في اكتر من لاعب. فكونك في كل الظروف دي ورغم هذا تستطيع انك تبني فريق، لا كان تحدي، وتحدي صعب جدا، وربنا يقدرك. ولولا انا لسه كنت بقول استاذ ابراهيم، احنا انهينا بكاس مصر، لكن ايضا الدوري راح مننا مع صفاره حكم. الكوره اتشاطت وجت جون، وقالوا يعني هو الصفاره طلعت الاول ولا الجون اتحط الاول؟ كان زماننا شايلين البطولتين. لكن في كل الاحوال كره اليد فيها منافسه عنيفه جدا. نتمنى ان يكون تسلح الاهلي بروح البطوله وطعم البطوله، وان يعني تكون حافز للي جاي يا كابتن رؤوف. طبعا حضرتك يعني كنت شريك اساسي في كل اللي حضرتك قلته، وعارف ادق التفاصيل والصعوبات اللي احنا وجدناها لتكوين هذا الفريق بالرغم من الظروف اللي حضرتك حكيتها. لكن بحب اطمن جماهير النادي الاهلي ان هذا الفريق بتكوينه الحالي واللي بيمتزج فيه عنصر الخبره بالشباب بقياده حكيمه تتمثل في الكابتن طارق محروس، قادره على استعاده امجاد كره اليد للنادي الاهلي. وباذن الله
احنا بنعد جماهير النادي الاهلي موسم طيب، ابتدى باحراز بطوله كاس الكؤوس، وباذن الله باذن الله يعني ربنا يوفقنا علشان مش كمان كره اليد بس، واخفاق حصل في كره السله الموسم الاخير برضه بنعد جماهير النادي الاهلي زي ما شفنا يعني القياده الفنيه وجميع اللاعبين اللي طلبهم ومحترف على مستوى عالي جدا. فنأمل على جميع الفرق باذن الله المنافسه في الموسم الجديد، ويبقى موسم طيب لجماهير النادي الاهلي. الحقيقه يعني انا انت جاوبت على سؤال قبل ما اساله، لكن انا مبسوط ان يجي اليوم يا كابتن رؤوف يا استاذ ابراهيم اللي لما نخسر في الباسكت نكسب بطوله ونخسر بطوله ولا اتنين يبقى بنسميه اخفاق. احنا كنا نقعد بنسمي حصولنا كل 3 4 مواسم على بطوله في كره السله او في الحاجات دي انها انجاز. النهارده انت مش قادر تتحمل فكره انك تخسر بطوله بعد ما كونت فريق ذهبي للكره السله. نتمنى الاصابات تبعد عننا بس، وباذن الله يعني انت متفائل بموسم باذن الله قادم ذهبي يا كابتن رؤوف. يعني الحقيقه كده زي ما حضرتك قلت، هو يعني لو جينا هنقيم كره السله، ما كره السله دي تنقسم لسيدات ورجال. بالنسبه للسيدات، الفريق سيدات النادي الاهلي فائز باربع بطولات من خمس بطولات اقيمت الموسم اللي انتهى. الفريق الرجال هنقول بدينا بالدوري المرتبط، والنادي الاهلي فاز ببطوله المرتبط، وكان طرف للمباراه النهائيه في كاس مصر وخسر. يعني اخر كورتين فاول شوت كانوا بيتلعبوا وضربوا في الباسكت في الحديده، لو دخلت كان النادي الاهلي فاز بالكاس، وخساره الدوري الممتاز. فزي ما حضرتك قلت لا، احنا صحيح المجمل ومش كده وبس، الدارع العام لكره السله للرجال كان من نصيب النادي الاهلي، ده بيبقى مجموع جميع بطولات الناشئين والشباب ككل. طبعا النادي الاهلي احرز بطولات يعني نسبه كبيره، مثلا نقول 80% او 85% من بطولات كره السله للموسم، وبالرغم كده احنا بنقول اخفاق. ليه؟ زي ما حضرتك قلت، الاهلي لا يشبع بالبطولات، والهدف الرئيسي بتاعنا هو تملي احراز المركز الاول. احنا باذن الله بنعد جماهير النادي الاهلي بموسم في الالعاب الصالات الالعاب الجماعيه يكون طيب باذن الله، وباذن الله التوفيق يبقى حليف الفرق. مجلس اداره النادي، اداره النشاط الرياضي عملت كل حاجه للاجهزه الفنيه علشان تحضر لها كل الطلبات اللي هي طلباتها، سواء ادوات سواء لعيبه سواء اي حاجه اتطلبت من الاجهزه الفنيه كلها خلاص توفرت ومستعد للمواسم او الموسم الجديد. وبندعو من ربنا باذن الله ان احنا نكون عند حسن ظن جماهير النادي الاهلي، وربنا يكرمنا باذن الله ان شاء الله. وانا برضو تاكيدا على كلامك بقول للراي العام ان الدعم الحالي من مجلس الاداره لالعاب الصالات، مش العاب الصالات، للنشاط الرياضي هو دعم غير مسبوق في تاريخ النادي الاهلي. هذه شهاده أيه. حق. مفيش طلب الطلب الا لما استجابوا له، الباقي أيه. التوفيق من الله سبحانه وتعالى أيه. وجدعنه بقى الايه اللعيبه والعناصر كان في صفقه جديده في السله من سموحه، مش كده يا كابتن رؤوف؟ نعم، كان في صفقة لاعب جديد من سموحة في السلة. هو الحقيقة برضو عايز أوضح إن القانون بتاع أو لائحة الاتحاد المصري لكرة السلة قال إن الفريق الفائز ببطولة الدوري له واحد اللي في المركز الثاني يبقى له اثنين، كده الثالث يبقى ثلاثة. فكانت المسموح به لينا ان احنا نضم 3 لاعبين. ما ننساش ان النادي الاهلي عمل موسم انتقالات رائع الموسم اللي فات،
وعلى اثره احسن اللاعبين تم ضمهم السنه اللي فاتت، بالرغم ان احنا لم يحالفنا الحظ السنه اللي فاتت، ولكن انا بعتبر ان فريق النادي الاهلي يضم خيره لاعبي كره السله صحيح في مصر في جميع المراكز. فالمدرب تم المشوره معاه عن احتياجاته وطلب فيه، احنا مش بنجيب اي حد نجم وخلاص، لازم يكون المكان بتاعه يعني احنا محتاجينه. ففي مركز اربعه كان تم الاستغناء عن بعض اللاعبين، فالمدرب اشار ان هو عايز لاعب لمركز الاربعه ورشح مروان طبعا في المقدمه. فالحمد لله اللي هو قدام الساده المشاهدين طبعا بعد مفاوضات مع نادي سموحه استطاع النادي الاهلي ضمه. ده بالاضافه يعني برضو المركز صانع الالعاب، وبرضو استطعنا ضم اللاعب الاخر علشان دي الاحتياجات، وبالاضافه بقى للعيب المحترف اللي ده طبعا كان على مسؤوليه الراجل المدير الفني اللي شاف فيديوهات كتير وشاف مستويات كتير شاف سيفيهات كتير، وقع اختياره على اللاعب اللي هيوصل يعني في الصبح. اللاعب هيوصل باذن الله بعد بكره الفجر عشان ينضم للاستعدادات امريكا يا كابتن للبطوله العربيه اللي هتقام في الاسكندريه اعتبارا من يوم 29/9. اللاعب الاجنبي ده امريكي؟ ها امريكي، امريكي، ولاعب يعني مشهود ليه بالكفاءه. يعني احنا يعني ركزنا جدا قوي 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 على الكيف، ومش عايز اقول لحضرتك كان كام لعيب كان مرشح وتم تصفيتهم، وفي الاخر يعني تم ترشيح هذا اللاعب بمعرفه مستر اجوستي المدير الفني للفريق، وبنامل ان هو يكون باذن الله عند حسن الظن. وزي ما قلت احنا بنعت جماهير النادي الاهلي باذن الله موسم طيب بيكون يليق بنادي الاهلي وجماهيره العريضه. ان شاء الله الف مبروك لكاس افريقيا لليد. البعثه ترجع امتى ان شاء الله؟ بكره باذن الله بتصل مطار القاهره صاله 3 على خطوط مصر للطيران القادمه من المغرب باذن الله. ان شاء الله الف مبروك. شكرا كابتن رؤوف.